إذا غنمروا للتمارين اللي كتعلق بالقسمة على عدد من رقم واحد. غنمروا للتمرين رقم واحد. وزع مدير المدرسة 64 حكاية على 4 أقسام بالتساوي. احسب عدد الحكايات التي توصل بها كل قسم. إذا مدير مدرسة وزع 64 حكاية على 4 أقسام بالتساوي، يعني هاد 4 أقسام شحال خاصنا نعرفوا شحال عندهم من حكاية وخاص تكون بالتساوي. إذا نشوفوا الطريقة اللي استعملوها. لاحظ هنا أقسم 64 على 4. لاحظ هنا عندنا 4 وحدات، لأن عارفين بأن تربيع واحدة كتمثل لنا الوحدات، القاطب كيمثل لنا العشرات. إذا كم لدينا من وحدات؟ 4 اللي عندنا في رتبة الوحدات، و 6 عشرات اللي عندنا في رتبة العشرات. لاحظ هنا شنو وضع، خداو من 6 4 عشرات، فهم؟ إذا شحال بقاو من 6؟ بقاو 2. إذا هاد 4 يعني كل قسم، هاد 4 الأقسام عطاوهم 10، 10 في كل قسم، 10 10 10 10. إذا بقاو لينا هاد جوج عشرات وأربع وحدات، إذا خاصنا نقسمهم بالتساوي. نمشيو للعشرات، غنعطيو القسم الأول، غنعطيو 5 من العشرة، ونعطيو القسم الثاني 5. غتبقى لينا هاد القاطب هذا، غادي ناخدو ثانينا 5 ثم 5، شحال غتبقى لينا هنا؟ 4. نعطيو هذا واحد، ثانية واحد، ثالثة واحد، الأخيرة واحد. إذا شحال غتولي عندنا؟ 6 6 6 6. إذا تصبح لدينا، لاحظ هنا كيف ما وضع لنا، 10 واحدة وستة وحدات. لاحظ هنا نفس الطريقة، إذا وزعوهم بالتساوي. إذا شحال القسم، شحال غادي يحصل؟ كل قسم غادي يحصل على 16 ماذا حكاية. أجي نرجعو للقسمة. لاحظ هنا 64 قسمة 4، 64 هي المقسوم و 4 المقسوم عليه. إذا خصنا نوجدو الخارج. إذا شنو وضعونا؟ غنقول 6 قسمة 4، هل يمكن؟ نعم، لأن 6 أكبر من 4. إذا غنستعملو الآن مضاعفات 4. شنو هو العدد اللي كنضربو في 4 وكيعطيني 6؟ نجرب 4 في 1 كتساوي لنا 4. استعملو المضاعفات ديال المقسوم عليه اللي هو 4. 4 في 2 غتعطينا 8، بالتالي راه أكبر من 6. إذا اللي أقرب اللي هي 4. إذا غنوضعو 1 في المقسوم عليه، وأربعة غنوضعوها تحت المقسوم عليه ونوضعو الطرح. إذا 6 ناقص 4 تساوي 2. إذا لاحظ هنا شنو دارو، غادي نوضعو واحد السهم وغينزلو 4. إذا شنو غنقول؟ شنو هو العدد اللي كنضربو 4 وكيعطيني 24؟ تكون 24 ولا قريبة منه. نجربو، دائما نرجعو للمضاعفات. 4 في 5 شحال كتساوي لنا؟ 20. وأربعة في 6 24. إذا اللي قريبة اللي كتساوي هي 24. إذا غادي ناخدو فاش ضربنا في 6، إذا غنوضعو 6 ثم 24 غنوضعو تحت المقسوم. إذا ناقص 24 وغنوضعو عملية الطرح. 4 ناقص 4 0، 2 ناقص 0، 2 ناقص 2 تساوي 0. إذا الباقي هنا شحال حصلنا؟ على 0، والخارج 16. إذا غنمروا للتمرين رقم 2. اشترت عائشة 3 شجيرات لها الثمن نفسه، ما هو ثمن الشجيرة الواحدة إذ أدت 45 درهما ثمن لشجيرات الثلاث؟ أقسم 45 على 3 وأكم. إذا عائشة خدات 3 شجيرات بواحد الثمن اللي هو 45 درهم، بغينا نعرفوا كل شجرة شحال الثمن ديالها. لاحظ هنا شنو وضع. إذا أقسم العشرات، لاحظ هنا عندنا العشرات شحال؟ 4 هي اللي كتمثلنا 10 دراهم، 4 والوحدات شحال عندنا؟ 5. إذا 5 دراهم، 1 2 3 4 5. إذا شنو خدينا؟ قالوا لنا خاصنا نقسمهم على 3. إذا لاحظوا هنا قسمناهم على 3، شحال غتبقى؟ تبقى 10 واحد. هذيك 10 واحدة، هذيك 10 دراهم اللي عندنا غنحاولوا نقسموها إلى دراهم، يعني 10 واحدة نبادلها ب 10 وحدات، مفهوم؟ إذا باش غنبادلهم ب 10 وحدات. لاحظ هنا، إذا غناخدو 10 10 10، غتبقى لنا ديك العشرة الرابعة. شنو درنا؟ قسمناها، غنعطيو 5 الأولى والخمسة الثانية، غتبقى لنا 5 دراهم اللي عندنا هنا، غنوضعوها في الثالثة، وبالتالي شحال غنحصلو؟ غنحصلو على 15 درهم، يعني
5 دراهم اللي كتمثل لنا الوحدات و10 واحده اللي هي العشرات. اذا غادي نجاوبوا. اذا شحال حصلنا على 15؟ ماذا؟ اذا 15 هو ثمن، هو ثمن كل شجيره.